دخل إلى أحد المستشفيات بسبب مشاكل صحية، دخل إلى الإنعاش، بعدها أخبروه بأنه بحاجة إلى قسطرة، وفعلا تمت القسطرة. خرج من المستشفى ورا أسبوعين بدت قدمه يتغير لونها إلى الأسود، وبعدها المراجعات لأكثر من طبيب، تم إخباره بأنه قدمه يجب أن تبتر بسبب إصابته بالجنجري. طبعا هذا الموضوع إنساني كبير ومؤلم بنفس الوقت، فلتفاصيل أكثر مراسلنا وليد الصالحي في كربلاء أعد لنا هذا اللقاء مع هذا الشاب، خلونا نشوفه. شكرا مازن، ولوكيشن جديد من محافظة كربلاء. طبعا كثرت الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة خصوصا في كربلاء. اليوم أحد الضحايا وهو الشاب قاسم من مدينة كربلاء هو ضحية لخطأ طبي، بترت قدمه بسبب هذا الخطأ. راح أخلي قاسم يتحدث بتفاصيل لنعرف ماذا حصل له. السلام عليكم قاسم. السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك استاذ. شلون انبترت رجلك؟ سولف لي وشنو اللي مظلوميتك؟ استاذ العزيز، انا دخلت الى مستشفى التعليمي بزيارة الامام الحسين بزيارة الاربعينية، فحولوني للانعاش، من الانعاش قالوا لي عندك قسطرة. جيت قسطرة، سووا لي برجلي اليمنى، رجلي اليسرى لازم هي برجلي اليمنى، فقلت له دكتور هنا، أنا قال انا اعرف شغلي، فسوى لي القسطرة هنا. ثلاث ايام يلا قمت من عدها، رجلي اريد تعيني ما تعيني، يعني اروح انه للمغاسل او فد امشي. النوب هم رجع سوى له خمس قسطرات، اخر قسطره الخامسه قال لي صلوات على محمد وال محمد، نجحت العمليه مالتك 60%. قلت له دكتور انا ما قاعد اشوف يعني تحسن، رجلي ما تعيني. قال بعد، فدخلوا لي صونده هنا يعني بزري، وقاموا يعطوني ماده ما اعرف شنو من ماده، ويعطوني ابر هي بارين تحت الجلد على مود ما تسوي تخثر بالدم. فطلعوني قالوا لي روح للبيت فد اسبوعين وتعال لنا. فطلعت انا للبيت، رجلي صارت انه سودة، يعني اصابعي قامت تخدر، يعني اريد احركن ما يتحركن. فرحت عليهم يعني ورا يومين خابرت الدكتور، دكتور قال لي تعال لي. رحت له كان يقول هاي رجلك بتور، يابا وين اسوي العمليه؟ قالت روح اسويها بالنجف يم دكتور، ودز لي رساله له. فاني ما رحت عليه، رجعت للبيت، رحت المستشفى، قالوا له هاي رجلك صاير بيها قرقري. شلون؟ قالوا لي يعني ما اعرف، الدكتور غير يعطيك علاج زين غير يعالجه، فانطوني يعني ما يعالجوني الواحد المشكله. فانا رجلي صار يعني صارت سوده، وصل يعني تقريبا للقدم، فرجلي انبترت استاذ. فانا يعني كان الصاحي استاذ، كل شيء ما بيها يعني لا لا خلل برجلك الثاني القسطره، المفروض برجلي اليمنى مو برجلي اليسرى، انا سووا لي برجلي اليسرى والنوب رجعوا سووا لي برجلي اليمنى. اي هيك الموضوع استاذ خوش. فانا ناشد دوله رئيس وزراء الاستاذ محمد الشاع السوداني، وناشد محافظ كربلاء، وناشد مدير عام صحه كربلاء. اي بعد شو ما عندي بعد، انا يعني رجلي انا خسرت رجلي، يعني لا عندي معين لا عندي احد، اني اطفال ما متزوج استاذ، يعني انا هسه حالتي هاي، حتى لو اروح اتقدم يعني ما يعطوني مره، يعني لا شغل ولا عمل، وانا رجال عقد على 315 موظف على دائرة ماء كربلاء. خسرت رجلك انت؟ خسرت رجلي. اي والله استاذ العزيز، تريد اشوفكم وياها واشوف للمشاهدين؟ ما عندي مانع. يا ريت الزميل مصور استاذ لازم وجهها. لا بدون ما يعني وهي واقفه امام المشاهدين. خوش، يعني لا مسويها لا يعني دعايه اعلاميه ولا تشهير ولا كل شيء، هاي رجلي وهاي قدمي، وانا اناشد الدوله، اناشد محافظ كربلاء، واناشد محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء، واناشد الوزير الجديد الدكتور صالح الحسناوي. حبيب استاذ وليد.